يا مساء الخير. اليوم الصباح وأنا داخل المكتب لقيت هدية من مركز نمو الطفل اللي تحت إدارة قسم الأطفال عندنا في المستشفى. الهدية كانت عبارة عن رباط البطاقة التعريفية للموظف ومعاها شعار توعوي ورباط على اليد، وكانوا كمان في نفس الوقت وضعوا كورة تعرف عن مركز نمو الطفل وال التوعية عن هذا الاعتلال اللي هم يحاولون يوعون المجتمع عنه. طبعا أغلبكم ممكن يعرف هذه الاستراتيجية اللي يتبعها المختصين في المجال الطبي، اللي هي استراتيجية التوعية. يخصصون شهر للتوعية عن مرض أو اعتلال يكون هذا المرض أو الاعتلال غائب عن المجتمع. شهر أكتوبر أغلبكم يعرف أنه توعوي عن سرطان الثدي، وبما أن أغلب المجتمع يعرف عن هذا الشيء فما بتكلم هنا عن سرطان الثدي، بنتكلم عن اعتلال آخر غائب فعلا عن شريحة كبيرة من المجتمع. مركز نمو الطفل قام بجهد مشكور في الفترة الأخيرة بالتوعية عن هذا الاعتلال، وواحد من المميزين في هذا المجال دكتور رائع جدا، واحد الزملاء وأشهر من نار على العالم، ومن الأطباء اللي يعني ما يخرج كثير، يترك أفعاله هي اللي تتحدث عن إنجازاته وإنجازات القسم اللي هو فيه. معنا الدكتور صالح الصالحي، الله يحييه، أبيكم تتعرفون عليه، وبنحاول نتحدث عن هذا الاعتلال، إيش هو هذا الاعتلال وكم نسبة إصابته بين أفراد المجتمع، وإيش الهدف اللي نرجوه في هذا الشهر حتى يستوعب المجتمع هذا الاعتلال. حياك الله دكتور صالح. شكرا. اي تفضل دكتور صالح. شكرا جزيلا على هالاستضافة، وبما انك ابعدت المسافة الكافية في التباعد، الله يكفينا شر كورونا ويزيل ان شاء الله الجائحة عن العالم كله. امين. سعيد جدا بوجودك معاك اليوم، ونتكلم عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. وطبعا هل النشاط اللي نقوم فيه في اكتوبر بالتعاون مع جمعية اشراق السعودية اللي تعنى بشكل مباشر باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه من ناحية التوعية والحشد، وكذلك مساعدة الاسر والمصابين ب يعني التعامل مع هذا الاضطراب باقل تكلفة او جهد او ضرر. نحن في مركز نمو الطفل بجامعة الأميرة نورة نحاول قدر الامكان نساهم في توعية المجتمع من خلال يعني ارسال رسائل تذكيريه. هناك عدد كبير من المصابين باضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه في المجتمع، فمثلا طيب دكتور صالح، الحين فرط الحركه وتشتت الانتباه نبغى نعرف كم نسبته في المجتمع، والشيء الثاني وش اكثر الفئه عرضه لهذا المرض؟ الاضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه يصيب تقريبا 10% من طلبه المدارس. هذه نسبه كبيره. نتكلم عن تقريبا عندك 6 مليون طالب، فتتوقع 600 الف شخص قد يكون مصاب باضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه. طبعا يصيب الاطفال، ونبتدي نشخص بالغالب على عمر بين يعني 5 سنوات وسبع سنوات، كذلك يصيب المراهقين والكبار، ونجد كثير كبار يعانون. يعني اهم الاعراض ثلاث اشياء رئيسيه، ايوه، اللي هو فرط في الحركه، فرط الحركه، وتشتت وضعف التركيز والنسيان، وكذلك الاندفاعيه. دكتور صالح، الحين كيف نعالجها اذا احنا نعرف ان هذا شائع وانه ممكن يصيب اكثر شيء الاطفال ويؤثر عليهم؟ ليش احنا نعالجها؟ ليش نعالج فرط اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه؟ المشكلة الرئيسية أنه بسبب ضعف التركيز كثير من الأطفال يجدون صعوبة في المدرسة، في اجتياز المراحل الدراسية المختلفة، ويعانون كثير في حل الواجبات وفي الجلوس بانتظام، كذلك يقعون في مشاكل مع الآخرين بسبب الاندفاعية، عمل أخطاء غير مقصودة يعرفون أنها خطأ بعد ما يعملونها، والحركة الكثيرة اللي تشكل مشكلة كبيرة سواء في المنزل أو عند خروج الأسرة لأماكن أخرى. الدراسات يعني اكدت بانه نسبه كبيره من اللي unemployed، اللي ما عندهم وظائف في المجتمع، تقريبا عدد منهم كبير عند اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه، لم يشخص ولم يعالج. كذلك عدد كبير من الناس اللي في السجون لا سمح الله، وعملوا بعض المشاكل ضد القانون.
نكمل دكتور صالح، فالمساجين كمان نسبة كبيرة منهم نعم اكتشفوا عندهم حوالي 40% من الدراسة اللي عملت العينة البحث وجدوا عندهم اضطراب فرط حركة وتشتت انتباه لم يعالج وهم كبار. طبعا هي يعني تداخلات مشتركة، تصير الفانكشناليتي أو وظيفة الإنسان في المجتمع ضعيفة، قدرته على التعامل مع الآخرين بشكل مقبول مع الآخرين تكون ضعيفة، قدرته على التحصيل العلمي وتحصيل وظيفة ضعيفة، التنظيم حقه في حياته الخاصة وكذلك العامة يكون ضعيف، لذلك يعانون معاناة كبيرة ومزمنة. كذلك يعني في بعض الأماكن يطلق عليهم بعض الأسماء الغير جيدة، ويعني بسبب ضعف التركيز يطلق عليهم أسماء تحرجهم أو تعتبر يعني جزء من التنمر اللي قد يكون في المدارس. كأني أفهم منك يا دكتور صالح أنك تقول أنه هذا مرض شائع سهل أن نتعرف عليه من بدري حتى نتفادى مشاكل في المستقبل تحضر. يعني الهدف أن هذا الاضطراب يتشخص بدري حتى نتفادى مشاكل ممكن تحدث في المستقبل. صحيح. والمجتمع يكون عادة غير واعي عن هذا الاضطراب والاعتلال فيعزوه إلى أسباب أخرى. صحيح. قد يفهم الشخص بأنه غير مبالي، يتعدى على حقوق الآخرين وحدودهم الخاصة. قد يفهم أنه حتى ما عنده رغبة في الدراسة وعنده رغبة في التعلم ومشاركة الآخرين النشاطات الاجتماعية بشكل فعال وجيد، لذلك يلامون على أشياء كثيرة. يعني مشكلة التحصيل التعليمي والتوظيف مشاكل رئيسية، لأن جزء كبير من القوى العاملة اللي قد تخدم المجتمع والدولة، يعني سواء كان في أي قطاع سواء صناعية أو عسكرية أو ما إلى ذلك، قد يكون مفقود. والنتيجة أنه ما تشخص هذا الاضطراب من مرحلة المشكلة مبكرة. أن التشخيص كان لا يوجد أو متأخر. دكتور صالح، يعني أنا عارف أن وقتك ضيق، لكن لو طلبنا منك نصيحة توجهها سواء للأهل أو للمجتمع بمناسبة هذا الشهر. طبعا لازم نعرف أن المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت انتباه الذكاء عندهم طبيعي بالغالب، ما لم يكون يعني مصاحب لاضطراب آخر. ثانيا لديهم مشكلة في لا يقصدون هم ضرر أنفسهم وضرر الآخرين أو عدم طاعة الوالدين وما ذلك، فيحتاجون إلى تفهم، يحتاجون إلى تشخيص مبكر، يحتاجون إلى معالجة سواء معالجة سلوكية، تنظيم للبيئة، مساندة الأسرة أو علاج بالأدوية في بعض الحالات اللي يحتاجون علاج في الأدوية وهي ناجحة ومجربة من 60 سنة. فمهم جدا تكاتف الجهود سواء في النظام التعليمي، النظام الاجتماعي والصحي لعمل الأفضل لهؤلاء. طيب دكتور صالح، كلمة أخيرة، إحنا نوجه للأهل أنهم إذا لاحظوا مثل هذه الأعراض أنهم يبحثون عن المختصين ويأخذون آراءهم. صحيح، مهم جدا. أيوة أكمل دكتور صالح. أكيد إذا كان الطفل لديه أعراض ضعف التركيز، ملل في حل الواجبات، عدم يعني المثابرة في حل الواجبات، أو عنده فرط في الحركة شديد يؤدي إلى مشكلة في عدم فعالية الأسرة والخروج للتجمعات أو للتسوق، أو اندفاعية كثيرة، لابد من عرضه على مختصين للتشخيص وتطمين الأهل بأن يعني هل المشكلة عند الطفل ممكن التعامل معها ومن حلها ومعالجتها بتضافر الجهود. لابد أن يتضافر الجميع، لأن العلاج ما هو في مكان واحد، التفهم ومعرفة المشكلة، تقديم الخدمات التشخيصية والتعليمية والتأهيلية بشكل متكامل يعني مهم جدا، وهذا ما يسعى له الجميع بإذن الله. ألف شكر لك دكتور صالح، أسأل الله يسعدك ويكلل جهودكم بالنجاح ولا يحرمكم الأجر حبيبنا. الله يحفظكم.